السلام عليكم ورحمة الله، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من اليوم المفروض أنك تكون خبير في اختبار زيت الزيتون، هل هو بكر أو عصرة أولى أو لا، هل هو مغشوش أو غير مغشوش. طبعا بالنسبة للغش في طريقتين، الطريقة الأولى أنك تحطه في كأس شفاف وتحطه في الفريزر، إذا تجمد كامل فهو غير مغشوش، أما إذا تكون طبقة مجمدة وطبقة سائلة فمعناتها هذا مغشوش. الطريقة الثانية أنك تضع الفلاش تحت الكأس الشفاف فيه زيت الزيتون، فإذا عبر النور إلى يدك وهي على ارتفاع 10 سنتي منه فمعناتها هذا غير مغشوش، أما إذا لم يعبر النور فهذا يدل على أنه مغشوش. أما بالنسبة لي هل هو بكر أم لا، كلما زادت حرارته في الحلق لما تبلعه يكون بكر أكثر أو اكسترا فيرجن يسمونه. طبعا هذا زيت الزيتون، طبعا انتم زي ما تشايفين صلب مرة، يعني متجمد ومتحول إلى صلب، لكن هذا زيت الزيتون مغشوش، شايفين؟ فطالع زي كذا يعني.